يلا السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي داير مع الصحه؟ كي درتي شويه؟ لاباس. دابا انا جيت نوريكم دار بنتي اللي رغبوني على شي مشاهدين، قالك ديري لنا فيها شي دويره. دابا انا جيت نشوفكم، وهذا المقاول الصغير ديال بنتي، ولد المقاول. السلام عليكم، تحيه للمتابعين ديال القناه مربوحه. هذه الجده ديالي الله يخليها لنا، كيف ما هي عزيزه عليكم عزيزه علينا كاملين، والله يخليها لنا. غادي نضربوا بكم دوره في لافيرم، ومرحبا بكم كاملين. وكيف كنشوفوا راه ما تنبانوا على حتى شي واحد، وما باغيين حتى شي حاجه من هذا الشيء. هذا مجرد كنوريو لعباد الله، يعني اللي عنده شي فكره ولا شي حاجه، عنده شي ارض بغى يبني ولا شي حاجه، مرحبا به. حنا غير غادي نوريو لعباد الله. وي بالتليكوموند. مرحبا بكم كاملين. عندنا قطار وربع. هانتوما كتشوفوا هذه هي الدخلة. بون هنا دايرين فيلا سيري ايوب. بون هذه فيلا، هذه هي الدخلة خلاص. هذه غير بتي فيلا، يعني ماشي شي فيلا اللي هي كبيرة. حاولنا أننا نلعبوا على بتي فيلا، ولكن لعبوا على المساحة لداخل وصافي. لهاد الجهة كاين خلاص الجردة، هنايا دايرين الديسير وبزاف ديال الأشجار، يعني مخلطين الشجر. وهذا لابيسين، لابيسين ديال الدراري الصغار وديال ياك أيوب. وي كاين هنا ديال الصغار وديال الكبار. ليه لابيسين ما غرقناش بزاف، ديال الكبار درنا فيه متر و60 على حساب العائلة وعلى حساب الناس كيجيو عندنا هنايا، لتفادي الغرق وبزاف ديال الحوايج. بون اللي بغى يعرف لابيسين كيفاش كيتستعمل الماء ديالو وكيفاش كيدور الماء ديالو لداخل، مرحبا. بون معنا هاد لاباجدو هنايا، كنجيبو الماء من البير وكيتكب في هاد لاباجدو هنايا. وهاد لاباجدو اون فوا كتعمر، كاين عندنا لاصال تكنيك، لاصال تكنيك عندنا في هاد البلاصه هادي اللي هي فيها لا بومب. فوالا لاصال تكنيك، يعني اللي فيها لا بومب وفيها البالون، الماء كيخرج من لاباجدو كتشدو البومبا وكتوزعوا لابيسين. اون فوا كيعمر لابيسين يعني كيبقى يديبوردي في هاد البلايص هادو اللي هما هنايا، كيبقى الماء يخرج ويطيح هنايا في هاد البلايص وكيولي يرجع لاباجدو ليه. يعني اللي كيتصفى غير هذا اللي كيطيح وكيرجع لهنا، هذا كيرجع كيطيح هنا وكيولي عاوتاني يدخل ليه ديك الغرفه ديال المياه هنايا، كيولي يرجع هنا وكيعاود يخرج كيتصفى وكيعاود يرجع لابيسين. يعني الماء كيبقى يدور غير في بلاصتو، باش ميمكنلكش كل مره تبقى تعمر لابيسين كل مره. ممكن ايوب نهبطوا لتحت لديك. مرحبا. بون هنا كاين شويه ديال الصداع، غادي نحاول انني نطفي لا بومب باش ما يبقاش عندنا الصداع. بون هذه لاغموار ديال الضو كيتكون منها هنايا، كاين باش كديماري البومبا يا اما بالسواعي يا اما مانويل. هذا الوقت كتحدد الوقت فوقاش بغيتي ديماري البومبا باش كدير الفلتراسيون لابيسين. وهذا السالوت ديالها، وهذا ديال الضو. ايوب حاول تبسط، يعني هادشي ما حاول غير تصفيه ولا تصفيه مثلا هذاك، هذه ما عليهاش ماشي مشكل. اوكي دابا هذه هنا كتصفى، هذه كتصفى الماء، هذه كتجبد الماء. ديك لاباجدو اللي وريتكم قبيله من اللي مجموع فيها الماء كيخرج من هنا وكيجي عند هذه، هذه كتجرو وكتجيبوا لهذا البالون هنايا. هذا البالون هو هذا هو الفلتر اللي كيصفي، هذا هو اللي كيصفي، هذا فيه الرمله وفيه بزاف ديال المواد لداخل. يعني الفكره العامه هي فيه بزاف ديال المواد لداخل، كيتصفى الماء وكيعاود يرجع وكيدخل لابيسين، وفاش كيطلع كيولي ديبوردي ويرجع لاباجدو، كيبقى الماء يدور غير في بلاصتو النيت، باش ما كتخسرش الماء بزاف. الماء اللي دخلتيه من البير كيبقى تما يدور غير في بلاصتو، كيبقى لابيسين نقي على دور العام. بون هادي غير فيلا صغيره، حاولنا نلعبوها غير على الديزاين، يعني شي حاجه مصغره. اما راه كاين فيلات كبار كنبنيوهم يعني على قدر الاستطاعه ديال الانسان كيف ما بغى يكون. وفوالا هاد الفيديو اللي كنوريكم غير لي ديزاين، لحقاش كاين بعض الناس كيكون عندهم يعني هكتار ديال الارض ما كيلقاو ما يديروا فيه، كنوريهم كيفاش يخدموا صافي، يعني ما كنبانوش على عباد الله. حتى حنا راه الحمد لله بحالنا بحال ايتها الناس، خدمنا ودمرنا باش وصلنا لهاد الشيء، والله يسهل على كل واحد اللي عنده الله يزيد، واللي ما عندوش الله يعطيه. هاتوما كتشوفوا لابيسين بالليل، بالليل ايوب تيشعل هنا الضوء. وي كيشعل الضوء بالليد. بالليل كيشعل الضوء حمار صفار. ملتي كولور.
لا ما كنظنش انه غادي يبان. كاين عندنا كات لومب يعني كاين جوج هنايا وحده في الوسط وحده ليه. سير الوالده قربي دويره الزريطه. واش جداتي انت غابره علينا اجي هنايا. قربي حدا اختي باش دابا يبغى يضربوا دويره في الجرده. الجرده انا ما نكذبش عليك الدومين ديالي هو اللي ملي غندخلوا الجرده غنتلف لكم الخوخ والديزير وداك الشيء. نتنساريكم وتنونسوكم شوية. بون هذا هي الجردة اللي عندنا هنا يعني كاين الخوخ انواع ديال الشجر الخوخ الليمون التفاح بزاف ديال الحوايج. كاين الليمون كاين الحامض كاين التفاح كاين الخوخ كاين البرقوق كاين الشهيدية كاين الديسير منوع داير منوع الحامض حامض هذا سميتو. حاولنا اننا نستغلوا هذا القطار ديال البلاد يعني في جميع الحوايج. اييه خلي الوالده مايا. هذا الخوخ هذا السطر ديال الخوخ هذا السطر ديال الحامض. هذا شنو انا دابا دخلتك هنا تبري راسك انا ما فهمتش انت شنو انا اللي كاين شي زواري شي ديار كاين شي بني راه كاين انواع ديال الشجر اللي ما عارف ما هذه الثومه هي مقلعنها مربطنها يعني قطاغ ديال البلاد كيحاول الانسان يستغلو في اي حاجه باش ما يبيعش. هذه البقر هذيك الفصه هذه الفصه اللي تاكلوا البقر هذه الفلفله هذا هذه القرعه. المهم تبقى قريبه ليا باش على حساب الميكرو. هذا اللوز هذه واحد 20 ديال شجره اللوز زرعناها وحدها وهذا هذه الجرده مشروكه كما كتشوفوا. هذا راه قطار البلاد يعني ولعبوا عليه يعني استغلوا داروا فيه جميع انواع الفواكه تقريبا وداروا فيه ام تي فيلا وداك الشيء جا زوين بزاف يعني. المهم حنا تنصور لكم هذا الشيء يعني بزاف ديال الناس كيسولونا كيقول لك بغاو يشريوا البلاد كيبغيو يبنيوا الدار كيبغيو. هذا هو اللي كاين هذا البير يعني بالبومباب ديال الضوب ديال هذا البير هنا كنفرقوا يعني كاين فيه بزاف ديال المراحل هنا كل وحده فين كتفرق. كاينه وحده كتمشي للشجر وحده كتمشي للدار وحده كتمشي لابيسين كل وحده فين خاصه يعني الطريقه ديال البير راه هكا كتكون نورمالمون. راه اي واحد كيحفر البير غادي يعطيوها الطريقه هذه جديده. هادشي زوين تبارك الله اخويا ايوب الله يسخر لكم ويزيد. امين اخويا الله يسهل عليك والله يعطي لاي واحد كل ما كيتمنى في حياته ان شاء الله والله يعطي لكل واحد كل واحد ما كيتمنى يوصل ان شاء الله حياته وربي راه كبير يعني انسان مش وبالنسبه للاخوان يعني اللي كنشوفهم كيهاجموا في يوتيوب وكيقولوا شي حوايج اللي هما ماشي حتى ليه يعني الانسان ما يكونش فيه واحد الحسد او واحد الغيره ولا هذا. حنا كنبارطاجيو معكم شي حاجه اللي حنا كنعيشوها اللي هي عادي. حنا بشر بحالنا بحالكم ما كنبانوا عليكم ما تبانوا علينا ما حتى شي حاجه. واللي عنده الله يزيده واللي ما عندوش الله يعطيه. وكنتمناو الخير لاي واحد ولاي وحده في الدنيا. وتا نسيبنا حتى هو راه ما كانش عنده غير الجد والعمل ديالو هو اللي وصلوا تبارك الله. وكتا هو راه ما كان بدا ازيرو والله العظيم هو اللي كيوصل الانسان يعني راه معقول الهضره المعقول الهضره هو اللي كاين معقول الهضره. يعني حنا بغينا نعرفكم يعني اللي بغى يعرف ولا اللي بغى يبني ولا اللي بغى هذا يجي عنده العين المكان يعني هو التليفون راه ما كي يتصل به ويحاول ان يعني ما كاينش. انا نحاول نحط النمره ديالو اللي سولني عليها في الطريقه نعطيه النمره. واللي بغاه ولا احتاجوا لهذا الشيء ديال البني ولا هذا الشيء ديال هذا مرحبا به. يعني من الناس جديين يعني اللي جديين وباغين يعني باغين يبني ولا شي حاجه مرحبا بهم. وتحيه للقناه مربوحه وتحيه للناس اللي متبعين معنا قناه مربوحه بصفه عامه. راكم كلكم منورين وتحيه للجاليه المغربيه اللي عايشه على برا ونهاركم مبروك وكنتمنى لكم السعاده في الحياه ديالكم ان شاء الله. وانتم كما كتشوفوا هنايا يعني من 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 واحد البليصه هنايا هنا تيجلسوا فيها. هذه كيف تسميوا هذه ايوب؟ لاطيغاس. لاطيغاس هذه لاطيغاس جايه الفوق. وانتم كي كتبان من هنايا كتبان المنظر من هنا المنظر تبارك الله من هنا زوين.
زوين بزاف. هانتوما كتشوفوا وسمحوا لينا الفيلا يعني لامور خصوصيه يعني ما قدرش نصورها لكم من الداخل. هما والله العظيم قالك ماشي مشكل ولكني لا انا ما بغيتش. يعني كاين الناس اللي كيهاجمونا في لي كومونتير بزاف، كاين الناس اللي قلبهم كبير وباغيين ياخذوا فكره، كاين اللي باغي يبني الدار مسكين، كاين اللي باغي ياخذ فكره على البني على هادشي ديال لابيسين وهذا، ولكن كاين الناس اللي يحسن الهوان مساكن ما عندهمش. ما كرهناكمش، حنا كندعيو معكم الله يسهل عليكم حتى انتم. انا دابا اللي كنهضر راه حتى حنا ما عندناش، حتى حنا راه هادشي كنجي غير عند الاخت ديالي كنصور يعني نسيبنا هذا راجل اختي معروف هنا في المنطقه ومعقول وكيبني هذا الشيء هذا زوين تبارك الله. وبغيت نشارك معكم هذا الشيء هذا هو اللي كاين. بغيت القناه تكون يعني قناه الناس يستافدوا. مرحبا يعني اللي بغى شي حاجه ولا بغى يبني شي حاجه ها هما الناس. راه نخلي لكم النمره ديالهم، الولد ديالو ايوب ولا الحاج عبد القادر مرحبا بكم عندهم. ورا ناس معقولين بزاف وتبارك الله عليكم. كما كنوريكم انا بغيت القناه تكون يعني قناه استفاده ماشي الخوال الخاوي. كنوريكم داكشي ديال الفلاحه، كنوريكم يعني كندخلكم يعني لديورنا وهذا يعني لا داعي للهجوم سلميه. هذا هو اللي كاين. كنبغيو اننا نفيدوكم، نكونوا تكون القناه مفيده ما نبينوش فيها الخوال الخاوي ولا مازال. ان شاء الله عندنا لكم برامج مازال. وشكرا لكم بزاف يعني على المشاركات ديالكم. والى اللقاء. الوالده كما كتشوفوها هي كتسارى. الوالده عندها تخافي صافي مشيتي في اليوتيوب غنلوحوك هكاك تخافي. السلام عليكم. هانتوما كما كتشوفوا ها هو الديكور ديال لابيسين بالليل. يعني فيه واحد السيستم زوين، دايرين واحد البولات من الداخل تيتغيروا الالوان ديالهم، كيولي الماء في الازرق في الاحمر في الاخضر. هانتوما كتشوفوا يعني بالليل داكشي زوين، يعني مخدوم هادشي على حقه وطريقه. واللي بغى يخدم هادشي هذا يجي عند السيد مرحبا به، عنده العين المكان. الفيلا تا هي زوينه من الداخل بزاف، سمحوا لينا ما قدرناش نصوروها لكم. هذا هو اللي كاين. هانتوما كتشوفوا هانتوما الديكور بالليل كي داير. هانتوما هنايا الجو مبرد هنايا الجو بزاف كاع. والله العظيم انا دابا لابس السوفيتماره، والله العظيم الا جا تيشورت جاني البرد دابا والله. يلا مع السلامة وإلى اللقاء. هانتوما كتشوفوا اللون ديال الماء كيولا دابا عاوتاني زرق. أيوب هذا الحبش، هذا الحبش كيغوت. هانتوما كتسمعوا ولي داير هذا الصداع هذا. كاين عندهم الطابس، كاين عندهم الدواجن كاملين عندهم. إن شاء الله من بعد نصوروا لكم عاوتاني داك الشيء، ما بغيناش نصوروا لكم كل شيء في خطرة واحدة. وشكرا لكم وإلى اللقاء إلى فيديو مقبل إن شاء الله. مع السلامة.